مشاهدي شوف تي في، تبارك الله عليكم. مباشره في هذا البث المباشر من مدينه وجده، كنتواجدوا الان مع ممولين الحفلات وجمعيه ديال النوادي اللي هي السربعيه مدينه وجده، اللي كما كنعرفوا يعني توقف الحال ديالهم من بدايه الجائحه، يعني منع الاعراس والحفلات ومجموعه ديال الامور، وهما مجموعه ديال القطاعات اللي معلقه مع بعضياتهم. اليوم كما كتشوفوا وقفه احتجاجيه حدا ولايه الجهه الشرقيه. غادي نشوفوا شي اخ من الاخوان اللي غادي يعطي لنا تصريح. خويا حسن، شي واحد عطينا تصريح. ها هو حسن غادي يدير لنا ضربه واحده نديرها باش تكون حنا بلاش بلاش لا كل واحد بوحدو. ممكن نعرفوا السبب هذا الوقفه شكون نظمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على اشرف المرسلين. هذه المبادره جات من الشباب حاملين المشاريع المبادره الملكيه. احنا كممولين الحفلات كتعاونيه شباب الامل ومنظمه حقوق الانسان التي تدافع عنا، سبب هذه الوقفه الاحتجاجيه ان ممولين الحفلات والقطاعات الحيويه التابعه له تعاني مأساة لايقافها عن الشغل، واصبحنا عاطلين عن العمل جراء جائحة فيروس كورونا والوضعية الاحترازية التي قامت بها الحكومة لهذا السبب، ولكن لم تراعي رزق هذا القطاع ومن ممولين ومستخدمين وفنانين تابعين لهذا القطاع. تخيلوا أنه هاد الشباب وهاد المستخدمين ليس لهم لقمة عيش للعيش الكريم. رغم أننا رسلنا صوتنا إلى السلطات العليا على رأسها رئيس الحكومة لإيجاد حل سريع وناجع لحل هذا المشكل العويص الذي نحن سنة ولا نزاول المهنة، لا كممولين حفلات جهة الشرق وجدة ولا على المستوى الوطني. نريد إيجاد حل لنا في أقرب الآجال، ونتمنى من والي جهة الشرق عامل الأعمال وجدة أنقاد التدخل السريع، كما أننا نستنجد بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده للتدخل باش يشوف من هذه الحالة ديال هاد المستخدمين العاطين لنا العمل. وشكرا. مرحبا اجي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا جينا هاد الوقفة هادي مشا اليوم، جينا اليوم هاد الوقفة هادي باش نجدو صاحب الجلال على هاد القطاع ديالنا اللي متضرر، ماشي غير تضرر راه تدهور. كنجدوه كنقولو له شوفوا لنا شي حل، شوف لنا جلالة الملك شي حل. حنا ما نجدو حتى شي واحد من غير جلالة الملك. هاد القطاع نتاع الحفلات فيه ممولين، فيه سربايا، فيه دقة مراكشية، فيه الجوق، فيه راه تدهور بزاف. حنايا خاصنا دركي المسؤولين، بقينا كاع البيبان ما عطاونا حتى شي كلمه، ما عطاونا حتى شي رد، ما عطاونا حتى شي جواب. حنا دابا نطلبوا من المسؤولين، نطلبوا من جلاله الملك يكون عندنا شي حل، يكون عندنا شي رد ديالنا باش نعرفوا فين راه حنا غاديين بهذا القطاع، باش ماشي كاملين نديروا كما المرحوم الله يرحمه خالد اللي توفى انتحر، ماشي توفى انتحر بهذه العباره هذه نتاع انه انتحر. نتمنوا من الله هذه الرساله هذه توصل لجلاله الملك ان شاء الله باذن الله. وشكرا. السلام عليكم اخوان اخوات. هذا الشيء درناه على حساب الحقوق ديالنا، وان شاء الله يكون خير. حنا هذا القطاع تضرر بزاف، كلمه ربما شويه تبرد لنا. بغينا نخدموا، عندنا اولاد، عندنا مسؤوليه. المهم حنا بغينا نخدموا وبقانون، ما غاديش نفوتوا القانون. المهم تكون الخدمه، المهم يكون واحد المدخول، المهم الجهه الشرقيه شويه تنوض بهذا القطاع.
في واحد الراي ديالك في الاجراءات الجديده اللي داروها ديال حظر التجوال والقرار ديال بعد هذاك واجب هذاك على راسنا وعينينا حنا نحترموا القرار مرميين بانه اعراس نحترموا الدوله نحترموا قانون الدوله العراسات دايرين حدود ما كانش تجمعات من حقهم وهذا الشيء صالحنا وصالح الجميع المهم حنا كنحترموا الدوله وكنحترموا قرار الدوله حنا بغينا نخدموا بغينا نخدموا بغينا نخرجوا للخدمه لان ضررنا بزاف ولادنا جاعوا واش غادي نقول لك اخويا هذا الشيء راه بزاف والله الا بزاف ولد في الميدان ديالنا انتحر لدرجة الانتحار هاد الشيء ضررنا بزاف بزاف ويعجز اللسان على الكلام قديتش اخويا نهضر انا هاد الشيء راه بزاف شوفوا لنا حل حنا بغينا حل سلمي حل سلمي للجميع وحنا كنحتارمو كنحتارمو القانون ونحتارمو الدولة ونحتارمو كلش هاد الشيء اللي نقول لك اخويا والله يدير اللي فيها الخير السلام عليكم السلام عليكم السيد الوالي والي جهة الشرق السيد رئيس المجلس الإقليمي السيد رئيس مجلس الجهة كان ناديوكم من هذا المنبر كنقول لكم فئة الممولين كتحمل واحد كتشغل فئة كبيرة من الشباب والوقت طال وحنا راه بقينا سنة كاملة ما خدمنا هاد الناس اللي معانا حنا تزير بنا الحال هاد الشباب هادو مضرورين بزاف والمشكل هو انهم ما لقاوش الحل بغينا نعرفوا شكون القطاع اللي مسؤول على هاد الجهه المسؤوله على هاد القطاع لان الجهه اللي كنقصدوها كتقول لنا ماشي حنا الوغ بغينا نعرفوا شكون وبغينا تلقاو لنا حل تلقاو لنا حل حنا ما رحناش باغيين نضروا بلادنا وما بغيناش نخترقوا القانون ديال بلادنا حنا كنحيوا سيدنا من كاع المنابر وكنقولوا باننا حنا مع بلادنا في الاتجاه الصحيح ولكن خاصكم تلقاو لنا شي حل لان فعلا نحن فئه مضروره جدا 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 والوقت طويل تصوروا انتم تجلسوا بلا رواتب مده ديال سنه انتم راكو بالرواتب ديالكم سنه كامله وربما وصلتكم الازمه فين حاره واحد الناس اللي كيخدموا بالجورني هاد الناس كيخدموا غير نهارهم كنا كيخدموا 6 شهور كيخدموا 3 شهور ولا 4 شهور في العام كتخدم عليهم على 6 شهور الاخرى دابا ما كايناش ديك 3 شهور شنو غادي يديروا يسرقوا لا يكذبوا يديو ديال الناس لا حنا بغيناهم بغيناكم توقفوا معانا باش هاد الناس يعيشوا عائلاتهم مستورين الله يجازيكم بخير وكنشكر كاع المسؤولين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين جينا اليوم هنا امام ولايه مدينه وجده باش نديروا هذه الوقفه احتجاجيه اللي نعبروا عليها على بان بالتفتيك سيرفور في هذا القطاع نتاع الحفلات فان تحبسنا هذا القطاع هذا عن العمل منذ بدايه هذه الجائحه هذه حتى لهذه الساعه هذه مع العلم ان جميع القطاعات تم فتح المحل التجاريه ديالها ما عدا هذا القطاع نتاع الحفلات اللي بقى منسي فهذا القطاع هذا كما نعلم ان كيشغل المئات من الشباب والشابات في هذا القطاع هذا كاين خدامين في هذا القطاع هذا الدقيقيه السربايه الطباخات اصحاب الدجاج كيخدموا في هذا القطاع اصحاب اللحم يعني هذا القطاع هذا كيشغل الكثير والكثير من اليد العامله فجاء في قرار رئيس الحكومه باش يقطع هذا الرزق نتاع هاد العمال وهاد الشباب هادو فهاد القرار هادي كيتاخذوا شي قرارات عشوائيه كان الانسان الممولين تاع الحفله تاع مدينه وجده كاين اللي دخل في افلاس كاين اللي كيبيع الماتريال ديالو كما نعلم عاود عندنا لي سيرفور مجموعه من لي سيرفور ما خدامينش عندهم الكريه
تبعهم مصاريف. هذا الشيء هذا راه ماشي معقول، ولهذا درنا واحد الوقفه احتجاجيه كنعبروا عليها على كنعبروا باللي راه الدعوه زاده في الازمات، ونطلبوا من رئيس الحكومه باش يتاخذ شي قرار، يعني صائب مابقاش يتاخروا في شي قرارات عشوائيه، لان كما نعلم ان هذا القطاع هذا كيشغل الالاف والالاف من الشباب هذه المنطقه هذه، وزادوا بلعوا علينا هاد القطاع تاع الحفلات. وكما نعلم المنطقه الشرقيه جايه منطقه حدوديه، ونطلبوا من الله الخير، ونطلبوا من المسؤولين باش يديروا معنا شي حل. ورسلنا عده مراسلات للرئيس الحكومه بدون جدوى بدون فائده، جينا هنا امام مقر ولايه وجدة انقاد بدون جدوى، لم يخرج اي احد لاستقبال هاد الشباب العاطلين عن العمل، ونطلبوا من الله باش يديروا لنا شي خير ويشوفوا لنا شي حل لهذه الازمه هذه اللي رحنا فيها. وشكرا.